بعد اللي حصل من الخواجة وبعد الخيانة والغدر ما دخلوا قلوب أهل النجار وبعد ما خسرنا ثلاثة من رجالتنا أنا شايف إن زراعة الحشيش زي ما كسبتنا فلوس كتير لكن زرعت بينا الحقد والغل عشان كده والنيابة عن أهلي مش هنزرع وحشيش تاني ولا نتعاملوا بيه وإن ذاك هو اللي ابتدى بالخيانة يا كبير ولولا إن حط للخواجة حنة بدل الحشيش كان زماننا بعنا وربحنا انت اللي بدأت بالخيانة لما اتفقت مع الخواجة وعشمك تبقى الرئيس أنا طول عمري رئيس لكن انت اللي كبرناك وعملناك رئيس علينا اسلكتنا وكنت بتتفق مع الخواجة على اتفاق قدامنا وفلوس تانية من ورانا هو اللي عايز أمر بيخبي دجنه طبعا اتفق معاك من ورايا وما كانش يجرؤ يعمل كده اللي لما لقاني عرفت انه بيبيع بضاعتنا بضعف تمنها لتجار مصر انا كنت عملت ايه يعني انا طلبت الزياده قدامكم كلكم ولو كنت حرامي صح كنت وافقت بالسعر اللي انت وافقت عليه كان لازم نفهم من الاول مش زي الاطرش في الزفه شايفين الخواجه عمل ايه زرع الشك جواكم عشان كده زي ما قلت مش هنزرع مخدرات تاني وهتاكلوا منين يا حسان نصيبنا من الارض هنزرع خضار لينا واكل البهايمنا واذا الارض ما كفتش هنشتري ارض خارج النجع نزرعها وان شاء الله الوكل يكفينا ونعيش في امان وراحه بال احنا هنزرع ارضنا حشيش وافيون ومعانا عيله عبادي ومحدش من عيلتكم يخط ارضنا وكمان نقسم الفلوس اللي خدناها من الخواجة أنا عددهم بيدي ناقصين 20,000 جنيه وماله همام نقسم كل حاجة بينا بس نفضل إخوات وحبايب ورأينا واحد وأنا هعيش في البندق أشوف مستقبلي وأما توحشوني حاجة زوركم زي الضيف وتهملني يا صاحبي هتفضل طول عمرك صاحبي يا همام وطول عمرنا خوات هتوحشنا يا اخويا ربنا يحببكم ببعض هي دي يا اخوانا المحبه والمروءه اللي لازم تكون بين اهل النجع كلهم مهما اختلفنا سلم علي لما قابلني وسلم علي الله عليك يا ولد يا حصاوي والله العظيم يا حصاوي خير في ايه في واحده هاني ما بتسال عنك ما قلت لهاش ليه انه هو مسافر وقال انت قاعد بره ايه عياقه ولا عياقه ابا يجرى لك ايه انا جديد هنا وما عرفش حد ودول اتنين هواني من نما ايه اخر حلاوه يا راجل طب روح دخلهم على طول وسلم الو انا حصاوي مين معاي اهلا اهلا ازيك يا حاج سالم عامل ايه لا والله ده البشمهندس مناع مسافر بره وشحن المواشي والحمد لله هو كلمني وقال لي ان هو ان شاء الله هيجي بعد يوم ولا يومين حاضر ان شاء الله هبلغ ان انت حضرتك اتصل مع السلامه يا حاج سالم مع السلامه اللهم صل على النبي يا ارض احفظي ما عليكي انا بسال عن بشمهندس مناع والله بشمهندس مناع في بلاد بره بس هو الحمد لله شحن المواشي وان شاء الله هيجي قريب هو حضرتك من الضرايب لو من الضرايب تعالى اوديك ان شاء الله لمدير الحسابات ولو انت من الصحة تعالى اوديك للدكتور البيطري كل حاجة محلولة ان شاء الله وما يكونش عندك اي شغل انت رغاي كده ليه متروك شوية خد الكارت ده يبقى سلمه له لما يرجع وبلغه اني منتظر مكالمته حاضر استنى مع سلامة الله نورتي وشرفتي الله دي جميلة قوي وبين عليك مهمة والله اما ايجي بقى يا بختك الفراش بتاعه مش شبهه خالص يا نورهان عبيط ورغاي بس قلبه ابيض زي ايوه يا اختي زي مناع اه منك بس انت وجعتي حته وجعه انما ايه وايه المزرعه دي كلها يا بوي اخرسي انت هتفضحينا ولا ايه يلا بينا انت صحيت تعالي يا نسمة جاري هنا بنار الفرن ها كل والله كبرت يا بت ايه الانسان اتعمو ولا انت يعني حاطه في راسك حاجه
انا؟ ما انت عارف عني كل حاجه يا مناع. انت الوحيد اللي بعرف اتكلم معاه في البيت ده. انا بس كنت مستنيه الفرصه يعني علشان اعرف اتكلم معاك. اديني قدامك اهو، ولو اني عينيك يعني ما تطمنش. بصراحه كده انا عايز اكلمك عن فاطمه. يا بوي انت كمان ايه مالكم السيره غير فاطمه؟ انا غير الكل يا مناع. البت فاطمه طول عمرها زي اختي، بعدين البت طيبه وحنينه وزينه واي ملاك، يعني ملاك بجناحين نازل من السما زي ما تقولك ده. بس الاهم من ده كله ان مناع حاجه كبيره قوي عندها. ده انا لو نطقت اسمك قدامها بس البت وشها هيروح ميت لون، وايديها هتبقى زي التلج، وروحها تشوف. خلاص خلاص، ناقص تقولي لي هتبني لك معبد فرعوني. يا ريت يا اخوي. اسمع كلام اختك، البت فاطمه بتحبك، ولو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحبك زي فاطمه بنت مغاوري. اتفرج بيه الارض عافيه ايه، ومش محتاجه غير الانفار، وبعد كده ترمي محصول ياما. امال مالك هاملها ليه؟ لشكلها ما بتجيبش معاك ايراد. اه لا غصب عني، اصلا مش فاضلها. ليه؟ دي ارض بعيده واخر الطريق، والانفار ما ترضاش تاجي تشتغل فيها، وتكلفنا طقطقين، يعني هتبقى مخسره معانا. خلاص يا عمي انجازف ونشتريها، وبعدين نشوف كيف نصلحها، والله المستعان. خلاص يا سيدي، خدنا ال 200 فدان بتوعك. لا دول 300 فدان وزياده يا مناع بيه، وانا معايا كل الاوراق المطلوبه مظبوطه ومتسجله. يبقى نروح للمحامي تقبض فلوسك فوري وتتنازل، وبالمره نسجل العقود. يلا توكل على الله. على بركه الله، حسبقك انا على العربيه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. على السلامه. يا ارض زينه يا ولدي، ربنا يدينا من خيرها ان شاء الله. ايه رايك يا ابوي؟ كده بقيت الارض من الطريق لحد النجع كلها ملكنا، نزرع فيها اللي احنا عايزينه، نربوا مواشي ونعمل كل حاجه. وفوت ارض النجع البندريه يزرعوا فيها مخدرات؟ والله ما يكون، لو حتى هنزرعها دجاج. صدقوني زراعه الحشيش بتكلف كتير، وديتها زرعتين ولا ثلاثه، والبندريه يخسروا الجلد والسقط، ويجوا يشتغلوا عندينا انفار. على بركه الله يا ولدي، عمك ما يفهمش كيف ما نفهمك. يلا توكل على الله. اروح اصر الراجل. ربنا معاك يا ولدي، ربنا معاك. ايه مش فاهم ولدي. لو كان معايا بطاقه زي اخوك مناع كنت خدت